تشتغل ميد ان ايجيبت لابد انك تعايش المشهد حتى تشعر بقيمة العبودية اللي قام بها يعقوب عليه السلام أو يوسف عليه السلام. فلا بد أن تكون معايشا للمشهد، تستحضر المشهد وتحاول أن تضع نفسك في مكان هذا المشهد. وكيف هل ستوفق لقول يعقوب عليه السلام؟ فصبر جميل، نسأل الله السلام والعافية وألا نبتلى، لكن إذا ابتلي الإنسان هل سيقول هذه الكلمة أم لا؟ آخر مشهد توقفنا عنده المرة الماضية مشهد يوسف عليه السلام وهو يباع، وعايزك تتخيل مشهد مشاعر سيدنا يوسف بعد ما كان مع والده في البيت، والده بيحبه وسط اخوته، وشاف رؤية جميلة الأول فزع منها فطمأنه والده أن فيها البشرى والخير، وفجأة ينتقل مشهد يوسف من البيت إلى الصحراء، ومن الصحراء إلى البئر، ومن البئر إلى السوق ليباع كعبد. يعني تخيل مشهد واحد حياته بتتغير فجأة. يعني تخيل ده احنا لسه نتيجة ثانوية عامة طالعة، تخيل واحد مثلا كان مؤمل انه يجيب مجموع عالي وفجأة لا مجموع قليل مش هيدخله اي كلية مثلا، يحس انه ضاع، خلاص الحياة راحت، ويحس ان الحياة سودت في وجهه. طب ده تخيل واحد انتقل من طفل او ولد في بيت الى الصحراء لعب، ثم الى البئر يكاد ان يموت، ثم الى السوق اصبح عبد. طب هو يا ترى قاعد يفكر، طب ومستقبلي ايه اللي هيحصل فيه؟ طب وبعدين ايه اللي هيحصل؟ هظل كده على طول؟ طب انا هرجع لوالدي؟ طب يا ترى اشوف والدي تاني؟ طب والرؤيه اللي شفتها، طب ده كان معناها ايه؟ طب هتتحقق ازاي؟ تخيل هذه التساؤلات كانت تدور في عقل يوسف وفي خاطر يوسف عليه السلام. نوم اخر مشهد وهو بيباع والفلوس بتتقبض، واخر كلمه سمعناها وكانوا فيه من الزاهدين بيخلصوا منه، وكما قلنا كانوا لا يعرفون قيمته ولكن هو عند الله غال. بعد كده خلص المشهد، مشهد السوق والبيع خلص، وبعد كده فجأة بتفتح الصفحة الثانية مشهد تاني تماما. عايز تتخيل مشهد كده، قصر مهيب، وبعد كده انت دخلت القصر تفاجأ رجل بيقول لامرأته، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، وقال رجل فجأة مشهد رجل قال الذي اشتراه، كلمة الذي اشتراه بتدل ان ده راجل راح واشترى يوسف كعبد واصبح عنده في البيت، وقال الذي اشتراه من مصر. يبقى المشهد انتقل من الشام الى مصر، يبقى في خطوات كتيرة وازمنة عدت في انتقال يوسف عليه السلام من الشام الى مصر. يبقى كلمة من مصر جت عشان تعرفك انه انتقل الى مكان اخر تماما، لكن هذه الآية لم توضح من الذي اشتراه، ولم توضح وقال الذي اشتراه من مصر ها لامرأته، رجل بيكلم زوجته. احنا عشان عارفين القصة عارفين مين المتكلم وبيكلم مين، لكن عايزك تخيل انك بتقرأ الآية لأول مرة، وقال الذي اشتراه راجل اشتراه من مصر مكانه مصر لامرأته، واحد بيكلم زوجته بيقول لها أكرمي مثواه. أنا في الأول قلت مشهد قصر، مشهد قصر ده يبقى أنا عارف اللي حصل، لأن أنا عارف إن ده عزيز مصر، لكن انت المفروض ما تعرفش مشهد القصر ده. انت فجأة وجدت رجل بيكلم زوجته بيقول لها على يوسف عليه السلام اكرمي مثواه، فقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولد. هنا بعض العلماء اشار الى معنى ان هو يقول لزوجته اكرمي مثواه، ما يتلوش طب ما تكرمه انت، يبقى عادي ان الزوجة يعني ايه تنفذ الطاعة طالما في غير حرام. عارفين سترونج بلاش سترونج اندبندنت وومن، خلاص بلاش نتجاوز النقطة دي. اللي عايز يخوض في الموضوع ده بعيد عننا يعني، ممكن يقرأ كلام الشيخ الطريفي في تفسيره، أشار هنا معنى جميل في مسألة إن هو قال لزوجته أكرمي مثواه. في معنى جميل أيضا، أكرمي مثواه مش أكرميه. المثوى المكان اللي بيستقر فيه الإنسان. تخيل لما تكرم المكان اللي هيقعد فيه، أمال هي هتعمل معاه إيه؟ وبعض المفسرين أشار إلى معنى لطيف، قال أكرمي مثواه في مقابلة المثوى الذي كان قبله. هو كان فين قبل كده؟ كان في البئر، في مكان موحش، فإذا انتقل من البئر إلى القصر أكرمي مثواه، أكرمي المكان اللي يستقر فيه، فما بالك بإكرامها له. أكرمي مثواه ليه؟ عسى أن ينفعنا. مهم جدا أنك لما تنتظر نفع من حد أنك تكرمه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذا ما حدث فعلا. لذلك يوسف عليه السلام قال بعد ذلك إنه ربي إيه أحسن مثواي، ولا أكرمي مثواه. لم ينس يوسف هذه الكلمة، ولما تعرض للفتنة من زوجته زوجة العزيز قال إنه ربي أحسن مثواي، ده على القول الأشهر إن ربي هي لمعنى العزيز زي ما نيجي في الآية.
يبقى يوسف كان يحفظ الإحسان، وهذا الرجل كان بيتعامل إن هذا الغلام سوي، صاحب فطرة سوية، لما هنكرمه أكيد هيرد لنا الإحسان ده، عسى أن ينفعنا أيا كان النفع أو يصبح ولد. كلمة أو نتخذها ولدا، كثير من المفسرين قال أشارت كل كلمة في السياق القرآني لها دلالة، لأن دي قصة والقصة فيها أحداث كثير. لما تكون أنت تشاهد فيلم قدامك، ممكن الفيلم يرسم لك المكان فيغنيك عن كثير من الكلام. لما تيجي تحول فيلم ومشهد بتشاهده لكلام، محتاج كل كلامك يكون مضبوط منضبط عشان ينقل المشهد تماما، وده من إعجاز القرآن إن كلام قليل مش موسع بينقل ليك أحداث كثيرة. كلام مبني على الإيجاز، وده الأصل في القرآن إنه في إيجاز مش في إطناب إلا لغرض بلاغي معين، وبيحمل كل هذه الأحداث والعبر والمعاني، وكلام واقعي مش كلام خيال. زي ما ذكرنا في الفارق بين الرواية، زي ما نذكر النهاردة إن شاء الله الفارق بين أيضا الرواية والقصة القرآنية. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذ ولدا، بعض المفسرين قال كلمة نتخذ ولدا إشارة إلى أنه كان لا ينجب، كان يحب أي ولد، لأن لو كان عنده أولاد، يعني اللي يبقى عنده 3-4 عيال تقول له خد ده جايز يبقى معاك ابنك، يقول لك أنا ناقص كفاية اللي عندي، أنا عارف أصرف عليهم. فبس هو طبعا ده عزيز مصر مش ال، فالشاهد أو نتخذ ولدا هنا ده إشارة أن هو كان إيه ينقصه الولد. وبعدين فجأة أو نتخذ ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. إحنا قلنا لو أنت لسه أول مرة تقرأ الآية، تخيل أول مرة تسمع الآية، مين اللي اشتراه من مصر؟ ما نعرفش. لا أنت هتقول عزيز مصر أنت كده بتغش. إحنا بنقول من الآية هنا مين اللي اشتراه؟ ما نعرفش. واحد بيقول له زوجته أكرمي مثواه، لكن في إشارة أنه واضح أن اللي اشتراه ده له منصب. جبنا الإشارة دي منين؟ كلمة إيه؟ وكذلك ايه مكنا. طالما كلمه تمكين يبقى واضح ان الاشتراه ده ممكن، يعني طالما ربنا قال وكذلك مكنا ليوسف في الارض، واضح ان الاشتراه ده له منصب معين لسه ما نعرفش هو ايه، بس واضح طالما ربنا قال وكذلك مكنا ليوسف ان دي بدايه تمكين حصلت، وانه راح مكان واضح انه مكان مش عادي، مش مجرد بيت عادي في اطراف مصر او رجل شخص عادي في مصر اشتراه بثمن زهيد. لا ده واضح من الكلمة دي، أنا عايزك بقول لك بتعيش المشاهد كأنك بتسمعها لأول مرة. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، راجل بيكلم زوجته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذ ولدا، فتسأل طب ليه عايز ولد؟ يبقى في دلالة. وكذلك مكنا ليوسف، يعني وكذلك مكنا ليوسف، قال بعض أهل العلم وكما أنجيناه هذا الإنجاء العجيب من البئر أيضا نمكن له هذا التمكين العجيب. فسنة الله سبحانه وتعالى مع يوسف لا تتخلف، يبقى زي ما ربنا سبحانه وتعالى نجاه من البئر بصورة عجيبة، وإن كان في سيارة عدت في توقيت مناسب قبل أن يهلك ونزلوا الدلو بصورة مناسبة قبل أن يهلك، والسيارة دي كانت متجهة في اتجاه معين رايحة إلى مصر، كل الترتيبات العجيبة دي حصلت، كذلك التمكين حدث ليوسف بصورة عجيبة وسيحدث له التمكين بصورة عجيبة. طيب وكذلك مكن ليوسف، وقيل مكن هنا بمعنى المكانة، أي جعلنا له مكانة في قلوب الخلق، فألقى الله محبته في قلبي هذا الرجل اللي احنا لسه ما نعرفش اللي هو مين، اللي هو يطلع مين بعد كده، عزيز مصر. كان ممكن عزيز مصر يلقاه في السوق فلا ينظر له ولا يأبه له، هو رايح يشتري في راح سوق العبيد، فممكن يقول لا مش عاجبني، لكن ألقى الله محبته، محبة يوسف في قلب العزيز، كما فعل ربنا سبحانه وتعالى مع مين؟ مع موسى عليه السلام، ألقيت عليك محبة مني، فنظرت إليه امرأة فرعون فأحبته، قالت لا تقتلوه. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، إما دي بداية التمكين أو جعلنا له مكانة في قلوب الخلق ولنعلمه من تأويل الأحاديث، يبقى تمكين ده في قوة وتعليم، هكذا قمة التفوق وقمة التمكين بالقوة وبالعلم، القوة والعلم يحدث بها التمكين، يبقى اللي عايز يمكن في الأرض يحتاج إلى حاجتين علم وقوة. طب مين الأفضل للعلم ولا القوة؟ الأفضل للعلم ولا القوة؟ العلم. ايه الدليل؟ عايز دليل على ده. ايوه حد قال اية سورة ايه؟ سورة النمل، قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به. الاول قال قبل ان يرتد الي، الاول قبل ان تقوم من مقامك اني عليه لقوي امين. القوي قال انا اجيب لك العرش بتاع بلقيس، قال لسليمان قبل ان تقوم مقامك، تقعد فترة.
الثاني اللي عنده علم، لذلك ابن عاشور هنا أشار إلى معنى إن العلم هو أقوى وأفضل من القوة، لكن الأفضل الجمع بينهما. العلم يخليك تبذل مجهود أقل وتحصل على ما تريد أعلى. يبقى أي دولة عايزة تكون لها سيادة تهتم بحاجتين، العلم والقوة. شاهد هنا ولن يعلمه من تأويل الأحاديث، اللام التعليل دي يعني لن يعلمه. بعض أهل العلم قال مكناه لنعلمه ونتم نعمتنا عليه ونحقق له الرؤية التي رآها ووعده يعقوب أنها سوف تحقق. يعني مكناه عشان نعلمه عشان تتم الرؤية، لأن سيدنا يعقوب لما سمع الرؤية قال له ويعلمك من تأويل الأحاديث، هيجي وقت وتتعلم تأويل الأحاديث، فجاء هذا التوقيت. وقيل لنعلمه من تأويل الأحاديث معناها نعلمه الوحي، مكناه وأنزلنا عليه الوحي ليعلم الناس. والله غالب على أمره. دي أنا عايزك لو طلعت من الصورة كلها بالشعار ده أنت الكسبان، أنت خرجت بغنيمة عظيمة لو طلعت من الصورة كلها بالشعار القرآني ده. بس طلعت بيه يعني إيه؟ يعني استقر في قلبك، دي هي أعظم حقيقة في الكون، الله غالب على أمره. يعني الأول الله غالب على أمره، الهاء دي تعود على إيه؟ دايما أي ضمير يا جماعة عشان تفهموا في التفسير فكه شيله وحط مكانه اسم ظاهر عشان تعرف. فالضمير ده أمره الهاء يعود على مين؟ ها؟ تقول يا جماعة أنتوا خايفين ليه؟ في قول إن بيعود على الله سبحانه وتعالى، والله غالب على أمر الله، يعني إيه هشرح. وفي والله غالب على أمر يوسف. الله غالب على أمر الله يعني إذا نازع الله أحد في أمره الله يتم أمره، لا يستطيع أحد أن ينازع الله في أوامره. يبقى الله غالب على أمره أن يفعل ما يشاء من أوامره. وكلمة على توحي بالتنازع، كأن حد إيه معتقد، كأن حد بيظن واهما أنه هيمشي إرادته، فتأتي إرادة الله وتسحقه وتتم إرادة الله ولا تتم إرادة ذلك الشخص الذي أراد أن ينازع الله. ده معنى أول، وأيضا هذكر له معنى تاني. لكن المعنى التاني أمره بمعنى يوسف، والله غالب على أمر يوسف. يعني إيه؟ يعني كلما أراد الناس بيوسف شيئا وأراد الله شيئا آخر إرادة الله هي التامة. يبقى الصورة كلها بيحصل فيها حاجة اسمها تنازع إرادات. أراد إخوة يوسف أمرا وأراد الله أمرا فكان أمر الله، أراد العزيز أمرا وأراد الله أمرا فكانت إرادة الله، أرادت امرأة العزيز أمرا وأراد الله أمرا فكانت إرادة الله، أراد أصحاب السجن أمرا وأراد الملك أمرا، وكل هذه الإرادات كانت في الصورة، لكن إرادة الله كانت غالبة. لو تخلفت إرادة واحدة على مدار الصورة لما تمت القصة. زي ما قلت لك من أهم الطرق تعامل سورة يوسف إنك تتخيل سلسلة الأحداث مترابطة، وتتخيل لو حدث واحد وقع الصورة مش هتكمل. لو أن هناك حدثا واحدا لم يتم لم تكتمل الصورة من أول لحظة، من أول لما قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، لو كانوا قتلوك القصة خلصت، لو كانوا بعوه في مكان تاني، لو كان البئر ده مهلك، لو كان مر عليه سبع من السباع وافترسه، أيا كان الأحداث القصة مش هتكتمل. لو كان راح مكان تاني غير قصر العزيز، لو ما كانتش المرأة راودته، لو ما كانش دخل السجن، لو كان دخل سجن انفرادي مش دخل معاه اتنين، لو كان الاتنين دخل معاهم ما شافوش رؤية، لو شافوا رؤية والرؤية دي ما تحققتش، لو شافوا رؤية وسيدنا يوسف ما عرفش يأولها، لو شافوا رؤية وأولها وطلعت صح والراجل نسي يقول على يوسف، لو الملك ما شافش رؤية، لو الملك شاف رؤية غلط، لو الملك شاف رؤية وما سألش عليها، أحداث متتالية عجيبة تصل بيوسف عليه السلام إلى هذا المكان الذي اختاره الله له. وأنت كذلك، أحداث حياتك كذلك، أحداث حياتك كذلك وأنت لا تشعر. أحداث حياتك حياتك بتترتب بصورة عجيبة وأنت مش واخد بالك، أنت فقط لا تتأمل. يعني أنت مش متخيل أنت إزاي ربنا جابك المسجد هنا. كمية أحداث حصلت، كان ممكن تغرق، كان ممكن تموت، كان ممكن تعمل حادثة. أحداث عظيمة كثيرة. لذلك كان بعض الصحابة يقسم ويقول كان لا والذي نجاني يوم بدر. لا والذي نجاني يوم بدر، لما يجي يحلف يعني ايه والذي نجاني يوم بدر. واحد تاني لا والذي رد القطيف، بس دي قصه طويله. لكن الاولاني يعني ايه الذي نجاني يوم بدر، كان يقاتل في بدر في صفوف المشركين ضد المسلمين ولم يقتل، كان ممكن يموت وخلاص
يخلد في جهنم والعياذ بالله. فأنجاه الله، لم يقتل في بدر، وأسلم وحسن إسلامه. فأنت ممكن أحداث كثيرة مرت بحياتك لابد أن تستشعر هذا المعنى. يبقى إذن كلمة والله غالب على أمره دي كلمة أن الله يفعل ما يشاء في كونه، الخلق خلقه والملك ملكه. رؤية الحدث ده، رؤية الجملة دي، رؤية العقيدة دي بالصورة دي صعب جدا. كثرة الأحداث والأسباب والانشغالات والأشخاص والمناصب والأموال تخليك مشوش الفكر، مشغول بالحدث ده وبالقصة دي وبالسبب ده وبالمنصب ده وبالشخص ده، مش مستحضر دائما. يصعب أن تستحضر دائما أن الأمر أمره، بتنسى، تقولك ياه فلان لو عمل كده أنا هضيع. لا، الله قادر أنه ينقذك. لابد أن تستثني دائما، تقول إلا أن يشاء الله شيء، إلا أن يشاء الله شيء. فرؤية الحدث ده مهم جدا، رؤية الجملة دي مهمة جدا، الله غالب على أمره. ذلك من الأذكار اللي انت بتقولها في بعد الرفع من الركوع، تقول ايه؟ اللهم لا مانع لما أعطيت، أولها ايه؟ أول حاجة ايه؟ أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا، أولها خلص أهل الثناء والمجد. انت اهل الثناء، في ناس بتقول اهل الثناء، لكن هي اهل ان شاء الله، لان هي منادى تنادي على الله، يا اهل الثناء والمجد، ده وتقف اهل الثناء والمجد. وبعدين بتقول احق ما قال العبد، اكتر كلمه حقيقيه تكلم بها عبد في الارض، ايه هي الكلمه دي؟ احق ما قال العبد، وبعدين جمله معترضه وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. توحيد المنع والعطاء، أن الله يفعل ما يشاء في ملكه سبحانه وتعالى، دي أحق كلمة موجودة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول في دعاء الاستفتاح في قيام الليل، أنا بك وإليك، أنا بك، يعني أنا بأ الافتقار والاستعانة بك، ووجهتي إليك. طيب، يبقى إذن الله سبحانه وتعالى كما أنطق ذلك القائل وقال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، أنطق هذا الرجل وقال لامرأته أكرمي مثوى. احنا كنا ذكرنا المرة اللي فاتت الأثر، كنت أخطأت فيه، أثر أفرس الناس ثلاثة اللي عندهم نوع من الفراسة، ثلاثة منهم هذا الرجل عزيز مصر حينما قال لامرأته أكرمي مثوى، ومنهم ها مين كنا قلنا ايه، امرأة فرعون، الثالث مين؟ الثالث احنا أخطأنا فيه، لكن الثالث هو أبو بكر الصديق حينما تفرس في عمر بن الخطاب ان هو يحمل الخلافه من بعد. ده بس تصحيح الاثر اللي احنا ذكرناه المره اللي فاتت، مروي عن ابن مسعود بسند حسنه بعض اهل العلم. والله غالب على امره، لكن المشكله في ايه؟ ولكن اكثر الناس لا يعلمون. هي دي المشكله، كتير من الناس لا يعلم هذه الحقيقه، كتير من الناس مشغول بالاسباب والاحداث وبالاشخاص والمناصب، لا يعلم هذه الحقيقه. حاول تجاهد نفسك، ومن اللي بيعينك على ذلك أذكار الصباح والمساء، وفيها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هزم الأحزاب وحده. طب ما احنا جهدنا وجمعنا ومعنا السيوف واخذنا بالأسباب، هزم الأحزاب وحده. ألا ترى قوتك، ألا ترى الأسباب، واضح؟ بالرغم أنك تأخذ بالأسباب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده، يبقى الآية بتقول لك بعد ما عايزك تعيش المشاهد، بعد ما قعد في القصر ده، قعد في المكان ده، احنا لسه ما نعرفش انه قصر، رجل قال لامرأته أكرمي مثواه، واضح ان الرجل ده ممكن، لأن ربنا قال وكذلك ايه؟ مكنا ليوسف. ربنا بيقول قعد فترة من الزمن لغاية ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. الآية دي في آية شبيهة ليها في سورة إيه؟ قصص، عن سيدنا موسى، لكن إيه الفرق بينهما؟ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. هنا ولما بلغ أشده بس، آتيناه حكما وعلما. بعض العلماء اللي بيتكلموا في فن الفروق بين المتشابهات القرآنية، ده فن من علوم القرآن، أبدع فيه بعض الناس زي الإمام ابن الزبير الغرناطي أو الخطيب الإسكافي وغيرهم، حاولوا بيجيب كل الآيات اللي شبه بعضها وفروقات ويحاولوا يبحثوا عن ليه هنا جت كده. فقالوا كلمة واستوى جت مع سيدنا موسى،
والاستواء مرحلة أعلى من بلوغ الأشد. فقالوا لو بلوغ الأشد مثلا 20 سنة أو 35 سنة أو 40 سنة، على خلاف من المفسرين، المفسرين اختلفوا بلوغ الأشد من 20 سنة أو من 18 لغاية 40، ده بنقول عليه بلغ أشده وبلغ 40 سنة، وبعضهم قال 33، كل ده خلاف. كلمة استوى واضح أن سيدنا موسى كان بلغ سن أعلى من سن يوسف، وخبرات وتجارب أعلى من خبرات وتجارب يوسف، ومر بإشكاليات أعظم من اللي مر بها بسيدنا يوسف، عشان كده ربنا قال معناك إيه؟ واستوى، كانت مرحلة أعلى من ذلك. ودي نقطة مهمة، إنك أحيانا ما تتعجلش التصدر قبل الاستواء، دي بتبقى إشكالية إن الإنسان يتعجل قبل ما يستوي، يمر بتجارب وينضج. دايما مراحل البداية بيكون فيها حماسة، الحماسة دي قد تؤدي إلى عدم ضبط الحكم. ذلك ربنا قال إيه؟ بلغ أشده وأتيناه إيه؟ أول حاجة ها؟ حكما، قالوا جاية من الحكمة، والحكمة أصلا من معانيها الضبط، المعنى المشهور وضع الشيء في موضعه، لكن معانيها الحكمة اللي بتضبط الشيء فيها ضبط. لذلك هنا بعضهم قال إن حكما فيها إشارة أنه سيستطيع أن يضبط نفسه أمام الشهوة، وعلما قيل هنا بمعنى النبوة، وقيل العلم بالوحي والعلم بالله. الشاهد ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. طب يا رب أنا ما ينفعش أنال قسط من الحكمة وقسط من العلم ده، طبعا لن تنال النبوة، لكن ما ينفعش أنال من ده، لا، وكذلك نجزي المحسنين، أن تكون محسنا في علاقتك بالله ستنال حكما وعلما. طيب مشهد تاني مختلف تماما، خلصنا المشهد الأول وهو بيقول لمرأتي أكرمي مثواه، وبعد كده عارف تخيل مشهد ساعة أو نتيجة عمال يشال منها أوراق، ولما بلغ أشده أوقات عدت وهو لازال في هذا المكان يخدم فيه ويطيع سيده وينفذ ما يؤمر به وهو على طاعة ولا يرتكب أي معصية. يوسف عليه السلام مشهد في هذا المكان، وبعد كده فجأة بداية مفاجئة وراودته، يعني بداية تنقلك نقلة حدث عجيب. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، واستبق الباب. المشهد اللي كان فيه استعار شهوة المرأة ومحاولة مراودة يوسف عن نفسه خد أيتين، خد أيتين، وبحكاية عامة مجملة بدون سرد تفاصيل، وده يعرفك الفارق ما بين تيجي تقرأ رواية خاصة الروايات المعاصرة وتقعد تستفيض، خاصة في المشاهد اللي فيها إثارة جنسية تستفيض، يقول لك أصل إيه الحبكة محتاجة كده، الحبكة الدرامية محتاجة كده، هو مش أنا مش فاهم يعني الحبكة الدرامية محتاجة كده، ممكن ده هيبيع أكتر مثلا، ممكن ده هيستثير غرائز أكتر فالناس تحرص عليها أكتر، ممكن يكون ده أقرب لنفوس الشباب فيحرصوا عليها أكتر. لكن شوف لما تكون غرضك الحكمة والعبرة لا تهتم بهذه التفاصيل. مجمل اتقال في آيتين في قمة النقاء، وده الفارق بين القرآن والتوراة والإنجيل. لما تيجي تقرأ قصة زي دي في الإنجيل أو في التوراة أو غير القصص اللي زي دي تجد أحداث عجيبة يستحي المرء أن يقرأ، يتعجب أن بيقول أن ده كلام الله، يستحي يعني الواحد يتكسف أنه يقرأ بعض الفصول الموجودة في التوراة والإنجيل بالاستفاضة والتفاصيل اللي فيها نوع من الإثارة لا يمكن نزل القرآن لا يهذا. تجد هنا إشارات لتفهم المجمل ما حدث وتخرج بالعبرة. طب وليه أصلا جت الإشارات دي؟ لأن إحنا بشر وقد نمر بذلك. طب ممكن واحد يقول لي طب ما كان ممكن ربنا ما يحكيناش القصة دي خالص خلص، ومش لازم. مين اللي قال لك ان مش لازم؟ ما انت بشر وقد تمر بهذا المشهد وقد تراود عن نفسك او تراود انت فتاه، فتحتاج الى ذات قراني يخبرك ماذا تفعل في هذه الاحداث. حينما تستعل شهوتك ماذا تفعل؟ فقمت عنها زي ما الرجل اللي ربنا حرك له الصخره وهي احب الناس الي. يبقى اذا الشهوه مغروسه فينا لا فرار منها، القضيه انك تتعلم ضبط الشهوه وان تسعى اما الى الصيام او الى الزواج. طبعا الوقت ما عادش غير الايه؟ غير الصيام. ماشي؟ ربنا يزوج شباب المسلمين وفتيات المسلمين. ما تقولوا امين تقول ايه؟ مش بلاش يأس واحباط يا جماعه، الله قادر والله غالب على امر ولكن اكثر الناس لا يعلمون. طيب يبقى اذا الفارق بين القران وبين اي كلام اخر
شوف كيفية إجمال المشهد بصورة عجيبة مع ذكر الحكمة والعبرة. مع ذلك لذلك الإمام الطبري خلينا دي نأجلها لما وهمت به وهم بها واختار الإمام الطبري وليه اختار الاختيار ده. نيجي الأول احنا قلنا عايزين نقف مع الألفاظ حيث ان انت تفهم لأن كل لفظ في القرآن له دلالة. وراودته فجأة انت آخر مشهد شايفه أن يوسف عليه السلام بيؤتى الحكمة والعلم والحكم والعلم وهو في بيت معين وواضح أنه هو اشتراه صاحب هذا البيت وقال لامرأته كن يمثله واضح أن صاحب البيت ده اهتم به. فجأة وراودته الفاعل أنثى راودته مين اللي راودته؟ احنا مش عارفين مين اللي راودته التي هو في بيتها. طب ليه ما قالش وراودته امرأة العزيز؟ احنا خد بالك يعني انا عايزك كده ما عشان كده قايل لكم افتحوا مصاحف بدل ما انتوا قاعدين كده. مين المرأة دي؟ هتظهر هي مين امتى؟ كل ده احنا مش عارفين هي مين، هتظهر امتى؟ ايوه وقال يبقى اللي فضحها نسوة في المدينة. لكن هنا كثير من اهل العلم قال ربنا هنا اراد لها الستر، ما قالش وراودته امرأة العزيز. وراودته التي هو في بيته، وهنقول ليه الحكمة الثانية اللي استنبطها المفسرين، ليه ما قالش وراودته امرأة العزيز عن نفسه؟ بحيث نعرف هي مين، أنت بتقرأ الحدث لأول مرة، عايز تعرف مين دي. لكن جت مبهمة باسم موصول وبحدث معين، هو في بيته. طيب الأول نقول يعني إيه راودته؟ قبل ما نقول ليه التي هو في بيته. راود، حاولت أجمع لكم أقوال بعض العلماء. إذا نسيت الكلام ده كله، مش مشكلة. بس اللي فات مات خلاص. ابن عطية بيقول المراودة الملاطفة في السوق إلى غرض، ليك غرض معين بس بتوصله بنوع من الإيه؟ من الملاطفة. يبقى أي مش لازم الغرض ده يبقى الشهوة، لأن فعل المراودة جه 8 مرات في القرآن، 7 في سورة يوسف. فعل راودة أو راودة الجذر اللغوي ده، مع إن الجذر ده بيجي بمعنى الإرادة أيضا، منه الإرادة وأرادة، لكن أرادة وإرادة جه كتير في القرآن ويريد جه كتير في القرآن، لكن راود راودتني عن نفسي راودوه سنراود أباه جت 8 مرات في القرآن، 7 في سورة يوسف، 1 في سورة القمر مع قوم لوط راودوه عن ضيفه، 1 في سورة القمر مع قوم لوط، و7 في سورة يوسف. الفعل ده متكرر هنا ليه؟ احنا لسه قلنا والله غالب على امره تنازع ارادات، والروض في معنى الاراده، وكان واحد قاعد يتلطف عشان يحصل على حاجه وربنا يمنع هذه الاراده، او يحصلوا على مراودتهم راودوا يوسف عن ابيه واخذوه منه وبرغم ذلك ربنا انقذه، واخوه الثاني سنراود عنه اباه واخذوا اخوه الثاني وبعد كده ربنا انقذه. طيب ايه المراوده؟ قلنا ابن عطيه قال الملاطفه في السوق الى غرض، وبعض اللي حاولوا يجيبوا الجذر اللغوي راود بمعنى ايه؟ الشيخ جبل من المعاصرين قال حركه انتقال او تردد بخفه وعدم ثبات واستقرار. قالوا الجمل لما يقعد يروح ويجي ولسه ما استقرش في مكان في مرعى معين يقولوا راود الابل. والمراه كثيره الحركه عدم المستقره بيقول راود المراه هنا ايه؟ مراوده بتتحرك كتير. والاصفهاني قال التردد في طلب شيء برفق. فقالوا الكلمه فيها الذهاب والمجيء، لذلك الرائد اصلا كلمه الرائد كانت عند العرب لما عايزين يروحوا مكان يرعوا فيه الغنم فيسبقهم واحد هو الرائد فيقعد يروح ويجي يروح ويجي لغايه لما يلاقي مكان يقول خلاص احنا نستقر على المكان ده لغرض بيبحث عنه ويذهب ويجيء. من المعاني دي واضح ان راودته قعدت تروح وتيجي قدامه كتير فتره طويله بكامل زينتها تريد غرض معين تريد ان تصل اليه بصوره غير مباشره برفق مع نوع من الرفق والملاطفة والذهاب والمجيء، ده مجموع أهل اللغة في كلمة راودته، كلمة واحدة أغنت عن كثير من الأحداث، وده إعجاز القرآن. ده أيضاً من إعجاز اللغة العربية. يعني كلمة راودته بس تفهم منها إن ظلت تذهب وتجيء أكثر من مرة أمامه بكامل زينتها مع نوع من الملاطفة والرفق، تريد هدف لكن لم تصرح به. لما فشلت المحاولة الأولى قالت هيت لك، أنت مش فاهم بقى ولا يعني نقلت للإيه؟ الكلام الصريح. يبقى قبل التصريح حاولت تعمل نوع من التعرض والوصول الى كل ده. المشهد ده انا مش عايزك تعيشه، يعني بقيه المشاهد ممكن في الصوره تعيش، المشهد ده مش لازم تعيشه انا.
لكن عايزك تعرف ازاي ان كلمة واحدة وشوف عفة القرآن وقارن ده. طبعا ما فيش وجه المقارنة بين فعلا الواحد بيتعجب بعض الروايات الهدف اصلا من الرواية ملوش لازمة, او الهدف من الفيلم اللي بيعرضوه ملوش لازمة, المشهد ده ليه يستفيضوا فيه كده؟ استثارة الغرائز ده من الشيطان. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحش, في ناس بتحب الامر ده يكون مشاع بل حتى امام الاطفال, وكسر الحياء دي مصيبة, خسارة وكسر الحياء عند المرأة او عند الرجل او عند الطفل دي مصيبة من تغيير الفطرة وانتكاس الفطرة والعياذ بالله. يبقى خلصنا راودته, لا ده لسه ما خلصنا, ده كل كلمة دي عايزة درس. قالوا راودة صيغة فاعلة, معلش راودة صيغة ايه؟ فاعلة. فاعلة بتيجي دايما لاشتراك اتنين مع بعض, يعني غالبا يعني قاتل جاهد, ان في واحد بيقاتل قصاد واحد تاني, بيجاهد قصاد واحد تاني. فقالوا راودة هل معنى كده ان هو يوسف بدلها ذلك؟ قالوا لا. قالوا طب امال الصيغة جت فاعلة ليه؟ قالوا حاجة من اتنين, قالوا حاجة من اتنين. الحاجة الأولانية إن ممكن الصيغة دي تستعمل لما الإنسان بيكون بيعمل فعل فيه مشقة وبذل وبيخطط وبيدبر, زي سافر, هو مفيش حد قصاده بيسافر, يعني مش هو بيسافر والطريق قصاده بيسافر, لا هو بيسافر لوحده. طب ليه جت صيغة فعالة؟ قالوا لأنه بيتكلف وبيبذل مشقة. فهي كلمة روادة واضح إن هي قعدت تخطط وتفكر إزاي تصل إلى هذا الغرض, ظلت فترة طويلة تفكر, لدرجة أن بعض المفسرين أشار إلى معنى لطيف جدا, قال ده كانت حتى خطة أول لما تكشف هتقول إيه. لذلك أول لما وألفية سيدها لدى الباب قالت ما جزاء, إيه ده ما تلعسمتش, إيه ده أنا والله ما تلعسمتش, كانت مجهزة الجواب لأن هي كانت حتى خطة حتى لو انكشف الأمر تقول إيه. فهي كانت مخططة للموضوع بكل تفاصيل أحداثه بكل الاحتمالات. المعنى الثاني في روادة قالوا وكأن جمال يوسف وحسن يوسف وأدب يوسف وعفة يوسف كان بيزيدها أمرا, يعني كل ما تحاول تتعرض ليه فيتعفف, كأن عفته كانت سببا في تمسكها به أكثر واستمرار المراودة عنه أكثر, بدل ما يصرف عنه كانت هذه العفة وهذا التمنع من يوسف وكأنه كان يزيدها إقبالا عليه. خلصنا إيه؟ أو على قد اللي أنا قرأته, لكن الكلمة أيضا فيها مباحث كثيرة جدا, أبحاث بلاش مباحث, فيها أبحاث كثيرة جدا. وراودته التي اسم موصول, قلنا ما جاتش الصيغة, هو في بيته, قلنا المعنى الأول الحكمة اللي اتقالت إيه؟ الحكمة اللي اتقالت إيه؟ إرادته, لا أنتوا نايمين, لا إرادة الستري. المعنى الثاني فيه إشارة مهمة جدا, احنا قلنا القصص العبرة, هو في بيته أي هم قالوا ثلاث حكم, الحكمة الثانية دي أي مستقر في بيتها فحصلت بينهما كثرة الخلطة, احنا مبحث بقى الاختلاط التفاصيل اللي فيه, كثرة الخلطة بترفع الكلفة بتزيد الألفة, ودي إشكال بيحصل في الاختلاط بين الرجل والمرأة حتى في أماكن العامة. ذلك الشرع اتكلم على الاختلاط العابر, ان ده مما يحتاجه الناس, يعني مش هنعيش الرجالة في قرية والنساء في قرية, لا هم عايشين مع بعض في نفس المكان وكانوا كده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, كانوا يصلوا في نفس المسجد, لكن ده بيسموه الاختلاط العابر في مسجد في سوق في, انما استقرار دائم بين رجل ومرأة بيرفع الكلفة, ازاي حضرتك, ازاي حضرتك, ازيك يا استاذة فلان, بعد كده ما عادش فيه حضرتك, بعد كده ما عادش فيه استاذ, بعد كده ما عادش فيه استاذة, طب احكي لي اللي حصل, طب وتكسر الكلفة بينهما ويصل الى حالة من الألفة لا تجوز الا بين الرجل والمرأة. ليه؟ ان كثره الخلطه عامل كده. فكان كلمه اشاره هو في بيتها استمرار الوضع ده غلط, لكن هو كان ليس بيده شيء يوسف عليه السلام فكان عبدا, فالاستمرار وكثره الخلطه ادت الى الوقوع في هذا. يبقى اذن مساله الاختلاط مش قضيه ملهاش علاقه بان هو راجل محترم او هي محترمه, لا دي في الفطر, دي في الفطر, ده مكون من مكونات الانسان لابد ان يبعد. النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم المواطن في أشرف المواطن مواطن الصلاة قال شر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها. ليه؟ عشان قريبين من بعض في فتنة هنا, وكان بعض الناس بيتسلل ويصلي في آخر الصف ليرى النساء اللي في أوائل الصف, ولذلك بعض أهل العلم قال إن بسبب نزول أحد أسباب نزول هذه الآية في سورة الحجر ولقد علمنا مستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين, ربنا عالم الإنسان العفيف اللي عايز يصلي قدام عشان لا يرى النساء, أو اللي بيصلي متأخر عشان يرى النساء, يعني أحيانا الإنسان يعمل
نفسه أنه هو متأخر أو بيعمل حاجة ليرى المرأة. هذا التكلف وهذه النظرة يعلمها الله. قد علمنا أي موقف أنت بتتكلف فيه، ومش عايز أقول كلمة عشان احنا في الدرس، يعني بتستهبل فيه عشان تكلم امرأة أو تنظر إليها بشهوة، الله يعلم ذلك، الله مطلع على قلبك. أنت بقى ترد تقول أصله مش حرام، أنت حر ناقش، لكن الله مطلع على قلبك، احذر. الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وراودته التي هو في بيتها، معنى الثالث قالوا قد تكون بيتها بمعنى مكان بيتوتتها، أدخلته في الأماكن الخاصة به، كانت بتدعي أن هي تريد أن هو يخدمها في هذا المكان أو ينظف هذا المكان. كل دي كانت محاولات استدراج من المرأة، كل هذه المحاولات فشلت، وكان يوسف عليه السلام عفيفا. وصلت لمرحلة أن كل هذه المحاولات فشلت، انتقلت من التعريض بذلك إلى التصريح، وقامت الأول بالتهيئة قبل التصريح وغلقت الأبواب. ما بيقولوا إيه الفارق ما بين أغلقت الأبواب وغلقت الأبواب؟ إيه الفارق بين أغلق الباب وغلق الباب؟ غلق دي صيغة التفعيل، دي بتفيد حاجة من اتنين، إما تكلف وبذل مشقة في الشيء أو بتفيد كثرة، يعني كسر الشيء غير كسر الشيء. كسروا عملوا كده، كسروا حتة واحدة، كسروا فتتوا إلى قطع صغيرة كثيرة، فبذل مشقة وعمل حاجات كتير. فهنا غلقت الأبواب، إما لكثرة الأبواب التي أحكمت إغلاقها، أو حتى هي كانت أبواب بسيطة لكن كانت بتحكم إغلاق كل باب، عارف تضع مثلا 10 تقفال عشان إيه؟ يستحيل أنه يخرج. وغلقت الأبواب، يبقى ده التهيئة. ثم بعد ذلك انتقلت إلى التصريح وقالت هيت لك. الأول قبل ما نوصل هيت لك، وراودته التي هو في بيتها، احنا نسينا كلمة، وراودته التي في بيتها ايه؟ عن نفسه. يعني ايه عن نفسه؟ عن ده بيسموه حرف تجاوز احيانا، يعني ارادت ان يترك نفسه بدون امر او نهي. ارادت، بتعبير ابن عاشور بيقول معنى جميل جدا، تطلب منه ان يسلم لها ارادته وحكمه في نفسه. اتيناه حكما وعلما. ارادت ان هو لا يتحكم ولا هو يدير نفسه. انت المفروض انت اللي تدي لنفسك الاوامر، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس. انت المفروض لما نفسك تريد شيء انت تتحكم في نفسك. حينما تترك نفسك يقودك الشيطان، تقودك امراه، يقودك المال، ايا كان انت ممكن تنحرف عن مراد الله، لكن انت لابد ان انت اللي تتحكم في نفسك. فكلمه راودته عن نفسه اي ارادت ان يترك هذه الاخلاق التي هو فيه، لأن هي شايفاه نفسه، ترى أن نفسه مليئة بالأخلاق. عايز تقول له اترك هذه الأخلاق جانبا، دعك من هذا التحكم وهذا التصلب وهذه العفة، دعك من هذا. وراودته يعني عايزة، وإحنا قلنا راودة منازعة في الإرادة، يبقى الراودة فيها منازعة في الإرادة وفيها تلطف، زي يقول لك اعمل الأمر ده رويدا، جاية من راودة، رويدا يعني بلطف وتدرج. عن نفسه وغلقت الأبواب، يبقى بدأت بالتعريض ثم التهيئة ثم التصريح. وقالت، وصلت لهم معنى أن هي تقول هيت لك، معنى أنه كان قبل كده معرض وكل اللي فات ما جابش نتيجة معه. وقالت هيت لك، بدأت التصريح. كلمة هيت لك من الكلمات اللي فيها قراءات كتير، ما يقرب من 9 قراءات، 4 متواترة و5 شاذة، فيها قراءات كتير جدا. الأربعة المتواترة احنا بنقرأ هيت لك، قراءة حفص عن عاصم وكثير من القراء التانيين، في هيت لك قراءة نافع المدني. حد عارف القراء 7 حتى قاسين؟ ها 7 قاسين القراء مين؟ مين عشان نديله هدية؟ الحصري. حصري وصلاح الدين عمرو بن العاص. مين القراء 7؟ 3 كوفيين، 3 كوفيين ماشي، وعندنا مدينتين جنب بعض كده، واحد مكي واحد مدني، واثنين فوق، واحد بصري واحد شامي، هما 7، 2 و2 و3، 3 كوفيين وبصري وشامي ومكي ومدني، ابن كثير المكي ونافع المدني، ابو عمرو البصري، ابن عامر الشامي، وبعد كده عاصم وحمزه والكسائي كوفيين، 3. احنا بنقرا بعاصم الكوفي، كل واحد من دول خد عنه 2 أساسيين.
ماشي، احنا بنقرا حفص عن عاصم، الثاني بتاعه شعبه عن عاصم. المهم يبقى نافع قراءه اهل المدينه. عايز انا بقول لك ده ليه؟ عشان لما اقول لك قراءه ما تستغربهاش، دي كان بيقرا بها اهل المدينه. فهيت لك دي قراءه نافع، وفي هيت لك دي قراءه ابن كثير المكي، وفي هئت او هئت على خلاف دي قراءه ابن عامر، ده مدني خد منه اثنين، واحد اسمه هشام واحد اسمه ابن ذكوان. عشان لما تيجي تقرا مثلا قراءه مش عارف مشاري بقراءه ابن ذكوان، ده ابن ذكوان عن ابن عامر، ابن عامر ده شام. مفاد اللي انا بقوله ده ليه؟ قالوا مجموع القراءات دي كلها بتفيد حاجتين، اما انا اناديك واطلب منك ان تاتي صراحه، هيت لك اي تعال الي وهلم الي، ولك يعني اطلب منك طلبا مخصوصا خاصا لك وكاني لم اطلبه لاحد، ده طلب مخصوص اطلبه منك بقمه الصراحه والوضوح. او هئت او هئت اي تهيأت لك. فمفاد القراءات لذلك قالوا، انا طولت شويه عشان دي تريحنا بعد كده، ننزل اختلاف القراءات منزله اختلاف الايات، كانهم ايتين، فكانها عملت الاثنين، تهيأت ثم طلبت منه. وده اعجاز ان ده في كلمه يجي المعنى ده. فنزل القرآن على سبعة أحرف، هي الأحرف غير القراءات لكن بتفيد يعني أحيانا تنوع، مبحث طويل مش عايزين نخش فيه، لكن الشاهد إن الآية دي نزلت كده ونزلت كده واتحطت في آية واحدة فيقرأها قارئ بقراءة، حيث إن ده اختلاف يفيد معاني متنوعة، وهذا أيضا من إعجاز القرآن. يبقى تهيأت كل ده في كلمة، زي راودته كل المعاني دي في كلمة، بعيدا عن الخوض في التفاصيل، وكل ده تأتي كلمة واحدة من كلام العرب تحمل كل هذه المعاني. وقالت هيت لك، قول قصاد قول، قول قال رد عليها مباشرة، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ثلاث جمل، ما فيش في الجمل دي هجوم مباشر عليه، في الشتيمة ليها ولا لا. أول كلمة أستعيذ بالله، ذكرها بالله وذكر نفسه بالله وطلب الاستعاذة من الله، لم يثق في نفسه، قال أنا لا يمكن أعمل كده أبدا، لا، قال معاذ الله، أطلب العوذ منه. والعوذ كمال الالتجاء إلى درجة الالتصاق، العائز أحيانا كانوا يقولوا الأم الملتصقة بطفلها أو الطفل الملتصق بأمه عائز. وأطيب اللحم أعوذه، اللحم اللي لازق في العظم، الناس الأكيلة اللي بتحب اللي. فالعوذ ده الشيء الملتصق، فمعاذ الله كأني يا رب ما تسيبنيش لحظة، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أن تعترف بضعفك لله سبحانه وتعالى، أن تفتقر إليه. أول حاجة لمقاومة أي شهوة وأي إشكال أن تستعيذ بالله، أن تلجأ إليه التجاء المضطر قبل أي حاجة، قبل استحضار أي معنى والناس والناس هتقول إيه أو ما يصحش، قبل أي حاجة يا رب ما تسيبنيش، يا رب لو سبتني أضيع، لا تكلني نفسي طرفة عين، معاذ الله. التذكرة الأولى، التذكرة الثانية لما ما نفعش معاها الكلام عن ربنا ذكرها بجوزها بزوجها، إنه ربي أي إن الذي تخونينه، ولهذا بيسموه ضمير الشأن، إن الشأن عظيم الذي تفعلينه، إنه ربي أحسن مثواي، ربي أنا بمعنى سيدي، رجل أنفق علي وقال لك أكرمي مثواه، وأنا أذكر هذه الكلمة في أول ما جئت، لا أخونه أبدا وأنا أرد الجميل له، إنه ربي أحسن مثواي. الثالثة عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة وفي الدنيا، هذا ظلم لنفسي وظلم له، وأنت تظلمين نفسك وتظلمينه، إنه لا يفلح الظالمون. ثلاث جمل كل جملة بدرس، لم يؤثر فيها ذلك، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ولقد أي أعرضت عن ذلك، احنا هنخلص أول المفروض احنا كنا عايزين نخلص الصفحه دي. طيب، ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. همت به ان لم يؤثر فيها الكلام وظلت استمرت ليس فقط في المراوده بل همت به واقبلت عليه. طب هو سيدنا يوسف عمل ايه في الموقف ده؟ ربنا بيقول وهم بها لولا ان راى برهان ربه، يعني ايه الجملة دي؟ العلماء اختلفوا. العلماء اختلفوا يعني ايه؟ هم المرأة الكل متفق عليه. طب هم يوسف يعني ايه وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ في ثلاث أقوال، في طبعًا أقوال كتير، أنا أقول لكم أشهر ثلاث أقوال. القول الأول
أنه جاءته هذه الخواطر البشرية التي تأتي لأي إنسان ثم صرفها عنه سريعا لما رأى برهان ربه. ونذكر يعني رأى برهان ربه. الموقف الأول، القول الأول، الخواطر التي لا يستطيع أن يدفعها إنسان عن نفسه في مثل هذا الموقف. رجل شاب عبد أعزب في مكان غريبة لا يراه أحد، في قصر، امرأة جميلة، امرأة غنية في منصب، هي التي تطلب منه تهدده، يعني كل العوامل ضده، يعني ممكن توفر عامل واحد فقط من هذه العوامل يجعل الإنسان يضعف. لكن تخيل كل هذه العوامل وبالرغم من ذلك مجرد هذا الخاطر الذي جاء به ثم صرفه عنه. أو هم به، كان همها إقبالا وكان همه مجرد خاطر، فالهموم بتختلف. لذلك في هم بمعصية تأخذ عليه ذنب وفي هم بمعصية تأخذ عليه حسن. إزاي ده؟ أبحث طويل سريعا كده. إنك تهم بمعصية وتعزم عزما أكيدا ثم لا يصرفك عنه إلا نظر الناس أو إن المعصية راحت ما عرفتش تعمل، جاي تسرق وخلاص وعزمت وأقبلت على المال وهتمد إيدك حد معدي أو صاحب المال خده ومش، فأنت هنا أخذت ذنب لأنك خدت عزيمة. أو خاطر سوء جاء فدافعته وجاهدت نفسك ولم تفعله، تأخذ المدافعة دي حسنات. فقالوا هم يوسف كان هم آخر غير الهم الأول. خلاص. قول تاني، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. معنى الآية لو لم يرى البرهان لكان هم بها ولكنه رأى البرهان. يعني معنى الآية إيه؟ ولم يهم يوسف لأنه رأى البرهان. وده القول الثاني أو الثالث، وده نصره بقوة الإمام أبو حيان في البحر المحيط والشيخ من المعاصرين الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، ودافع باستماتة، بل بعضهم يعني برضه في الزمخشري شنع اللي يقول القول أنه هو هم بها هما حقيقيا ثم انصرف. يعني فيهما ثلاث أقوال، أنه هم هما حقيقيا، أنه هم هم خاطر لا يستطيع بشر أصلا أن يدفعه ولكن لم يجعله يستقر. يعني يا جماعة خواطر السوء اللي بتجيلك، أحلام اليقظة اللي بتجيلك أنت بتاخدش عليها ذنب، أمال إمتى تاخد عليها ذنب؟ لما تستدعيها وتجعلها تستقر وتفكر فيها وتستمر عليه، هنا تاخد الذنب. يبقى خواطر السوء لا تستطيع أن تدفعها أصلا عن نفسك. أشبه السؤال المشهور من خلق الله، اللي يعني هو الوساوس اللي بتقذف، أول لما يجيلك الوسواس ده أنت بتاخدش عليه ذنب، أمال إمتى تاخد الذنوب؟ لما تقعد تستمر وتستمر وتستمر معاه وتصل إلى مرحلة الشبهات والشكوك وتبدأ تصدق. فتجيلك خاطر الشيطان يلقى عليك صورة امرأة رأيتها بالنهار، تعمل إيه؟ ادفع عن نفسك، إن الذين اتقوا إذا مسهم، هذا المس لا تستطيع أن تفر منه، إذا مسهم، لذلك جاب صيغة إذا متحقق الوقوع، إذا مسهم طائف من الشيطان يعمل إيه؟ تذكروا، الآية دي شرحتها بالتفصيل في آخر الأعراف، تذكروا فإذا هم مبصرون. ده ما بياخدش ذنب. أمال مين اللي بياخد الذنب؟ وإخوانهم يمد، أي وإخوان الشياطين يمدونهم في الغي. تقول له كمان تاني، مفيش حاجة أحسن من كده يعني، تطلب منه وتستفيض فينقلب الأمر بمعصية. ما تقولش ده مجرد خاطر أو هم، لا ده فقالوا إن هم المرأة كان غير هم يوسف، بدليل إن ربنا قال كده. يعني إيه أدلة اللي بيقولوا إن يوسف لم يفعل المعصية؟ احنا نرجع للقرآن، ربنا قال لنصرف عنه السوء، هي قالت أنه استعصم ولقد راودته عن نفسه، يعني هي شهدت له. لذلك الرازي شنع جدا يعني على اللي قال إن يوسف هم، وقال الله شهد له والمرأة شهدت له والشيطان شهد له. أنا قريت الأول الجملة قلت طب إيه الكلام، هو الراجل ده بيقول، بعدين قعد يفصل، الله شهد له قال الله كذلك لنصرف عنه السوء، المرأة شهدت له قالت فاستعصم، الشيطان قال إلا عبادك منهم المخلصين، وقال الله إنه من عبادنا المخلصين. يعني الشيطان قال أنا ما بقدرش على المخلصين، وربنا قال أنه من المخلصين، فشهد الشيطان وأن يوسف ومنه براء، فكيف تتهمون؟ وشنع أيضا الشاهد المسألة الطبري بالرغم من اختار أن يوسف هم بالفعل ولكن ابتعد وقاوم وانصرف، لذلك ربنا قال واستبق الباب، قال وتذكر لنا هذه القصة سلوى، أو قال نقل عن بعض أهل العلم سلوى وبلاء لمن وقع أو هم أن يقع بمعصية أن له أسوة، لابد أن يتوب وأن يكون أفضل مما كان، وأن هذا الفعل لا يشينه أبدا، وأن العبرة زي ما الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية دائما بيذكر، العبرة ليست بنقص البدايات لكن بكمال النهايات، العبرة ليست بنقص البدايات، ممكن في طريق تسقط كثيرا
لكن العبرة في كمال النهاية. فسواء أخذنا القول ده أو لم نأخذ به، القاعدة دي صحيحة، العبرة ليست بنقص البدايات ولكن في كمال النهاية. فبتقولش أنا مفيش مني أمل، أنا عملت معصية شنيعة، أنا وقعت. إياك أن تقول ذلك، ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. وده تأويل البراء بن عازب وأبو عبيدة السلماني في تفسير قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إياك أن تستسلم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، أبو حيان وشيخ شنقيطي قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، أي لولا أن رأى البرهان لكان هم به. طبعا في تفاصيل لغوية كتير، وأن هل ده ينفع تقديم كلمة هم على لولا ولا شاهد، أنا ما أميل إليه قول الوسط أنها خاطر الذي لا يستطيع أن يدفعه عن الإنسان، فلما رأى البرهان دفعه عنه، خاطر من الخواطر التي لا تدفع، لكنه لم يستمر عليه. وإن كان القول الثالث قوي اللي اختاره زي ما قلت أبو حيان والشنقيطي والرازي ودفعه عن سيدنا يوسف، وأنا شايف أن مقال القولين واحد. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أيضا لم يبين البرهان، هل رأى شيئا أمامه؟ هل أنزل الله له ملك؟ هل شعر بقلبه؟ هل ذكره الله؟ أحيانا تيجي تهم معصية تشعر بداخلك من يقول لك اتق الله، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال واعظ الله في قلب كل مسلم، أنت جواك واعظ، إياك أن تقتله، جواك ضمير، جواك بيسموها لمة الملك ولمة الشيطان، يجي حد يقول لك اعمل حاجة صح، حد يقول لك اعمل حاجة غلط، إياك أن تقتل هذه اللمة أو هذا الواعظ الذي بداخلك، قد يكون هذا البرهان. فالحين فعلا الواحد يجي يعمل معصية يسمع كده من داخله ده، قد يعرض عنه، يقول اسكت أنت دلوقتي خلاص هي قفلت يعني. فانت المفروض تعمل ايه؟ انتفض، قم. لذلك لولا ان رأى برهان ربي، وبعدين في جمله معترضه كذلك لنصر، ده ربنا بيقول لنا ماذا فعل مع يوسف، لكن لو احنا شلنا الجمله المعترضه وهم بها لولا ان رأى برهان ربه واستبق الباب، ما حدش بقى ايه يقول طب انا عايز اقنعك، انا عايز اشرح الموضوع بالتفصيل، لا اترك فورا مكان المعصيه واستبق الباب. مسألة تحولت إلى سباق، إما أن ينجو وإما أن يسقط، يعني مسألة أنك لازم تفر من أرض المعصية، أترك أرضك. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع جيش وصاروا طويلا ثم نام ليلا وقال لبلال احفظ علينا صلاتنا أو احفظ علينا الليل، ونام سيدنا بلال وصحي على حر الشمس، نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا بلال، قال يا رسول الله أخذ بعيني الذي أخذ بعينك، راح عليهم الفجر. أول حاجة قالها النبي صلى الله عليه وسلم تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، احنا نسيب المكان ده، أو تحولوا عن مكان الشيطان، تعال نقوم من المكان ده الأول. درجة حتى بعض أهل العلم المعاصرين بيشرح الحديث لك لما تروح عليك نومة في مكان حاول تغير المكان، يعني حتى من نوع أنك أنت تبعد عن الشيطان، لا مش تنام في مكان تاني، في هذه اللحظة قوم بس من المكان ده وانتقل لمكان تاني، وبعدين قول الأذكار، وبعدين صلي توضى وصلي. لكن أول حاجة تعملها ابتعد عن المكان، يعني صحيت من النوم راح عليك الفجر قم من هذا المكان. ليه؟ لأنك إيه؟ طب ما راح بقى، طب ما نكمل نجمع الفجر مع الظهر، في قول أي بتاع فنجان معروف نجمع الفجر مع الظهر، فأنت انصرف عن المكان. فقال ربنا سبحانه وتعالى واستبق الباب، اشتركوا الاثنين، الاثنين يريدوا أن هو فر يفتح الباب وهي أرادت تغلق الباب. كذلك كما نجيناه سابقا من الهلاك نجيناه أيضا من هذا الهلاك المعنوي لنصرف عنه السوء والفحشاء، وشهد الله له. قال أهل العلم الفحشاء الزنا والسوء مقدمات الزنا، فلم يفعل يوسف لا الزنا ولا مقدمات الزنا، السوء العطف يقتضي المغايرة والفحشاء تأتي في الأغلب بمعنى الزنا، فقالوا السوء هي مقدمات الزنا، فلم يفعل ذلك ولا ذلك. برأه الله سبحانه وتعالى. إنه لماذا برأه الله؟ إنه من عبادنا في قراءة المخلصين والمخلصين، كان مخلصا حتى استخلصه الله لنفسه. يبقى أنت تدعي كتير وتقول اللهم اصرف عني السوء والفحشاء واجعلني من عبادك المخلصين، تدعي كتير اللهم اصرف عني السوء والفحشاء وتستعيذ بالله واجعلني من عبادك المخلصين، واستبق الباب، اجري اهرب من المكان المعصي، تقعدش كتير، ما تقعدش تناقش وتبين وتشرح، خلاص الأمر هنا فوق العقل، هي لن تقتنع. هو شرح له وبين له وقال لا معاذ الله وإنه ربي وإنه لا يفلح الظالمون وخلاص. أحيانا حينما تشتعل وتستعل الشهوة ليس مكان النقاش، فر من المكان ده. أحيانا صحابك يبقوا مثلا عايزين يعملوا معصية وأنت بتقنعهم، لو فضلت معاهم هتضعف، انصرف مباشرة،
قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. هو كان رافض بس ساب نفسه معهم ففعل هذه الفعلة التي شنع الله عز وجل عليهم بها في سورة القلم، ومنعوا الفقراء من المال. فأيا كانت الشهوة مال، أيا كان الأمر، انصرف فورا، احترم ضعفك، انصرف عن مكان المعصية. لأن الإنسان بيجي له فترات قوة يقول لا يمكن أنا أبدا أعمل ده، وبعدين تمر فترات ضعف. احترم لحظات ضعفك واستغل فترات قوتك، احترم لحظات ضعفك واستغل فترات قوتك. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. كلمة قدت أنه كان واخد قرار وسريع، هذه الجذبة قطعت القميص ولم يتوقف. مهما فقدت أثناء الجري إياك أن تتوقف، إياك. يعني فعلا في لحظات الهروب من الشهوة لابد أن تفر. أحيانا أنت ممكن تبقى قاعد لوحدك، روح انزل اقعد مع واحد صاحبك، ما تقعدش لوحدك كتير، استغل أوقات الفراغ. يعني اللي بيعمل استعار الشهوة الفراغ، إنك مع لوحدك، إنك أنت الإيمان ضعيف، إنك أنت ما فيش أعمال بتقوم بيها، إن ذهنك مش مشغول بشيء، مش تحمل هموم عالية، أنك لا تحمل هموم، كل ده لابد أن تقوم به. أنت قاعد في البيت وبدأت خواطر السوء، والشيطان أراد أن يطوف بك. إذا مسهم طائف، الشيطان عايز يحوطك، طواف من الإحاطة، عايز يحوطك. قبل أن يحيطك الشيطان ويعمل أنسجة خيوط العنكبوت، اقطع هذه الخطوة وانزل. أروح فين؟ انزل، روح أي مكان، افتح المصحف، اعمل أي شيء مباشرة، خد قرار. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. وبعدين تفتح الباب وألف يا سيدها لدى الباب ماذا قالت له؟ هذا ما سأعرفه بإذن الله عز وجل في المرة القادمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.